ارحب يا ابو فهد بخير حق ونحسب حسابه هلا والله شخبارك؟ يلا حيا كيف حالك يا منى؟ والله الحمد لله شخبارك سعيد؟ والله الحمد لله بخير الله يسعدك الله يجعله الله يجعله شخبارك؟ ها طيب متى التمثيلية حقتنا؟ ان شاء الله قريب في رمضان باذن الله الله ايوه ايوه الله ايوه اي شخبارك سعيد؟ ان شاء الله والله ما علينا خلاف يا ربي لك الحمد والشكر في زحام النعم ودك تغطينا الاغاني هذه؟ يلا ابشر ايوه بس لاني خذيت التوب 1 يعني فهمت؟ ما شاء الله مبروك 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 تستاهلين مكانك مكانك الطبيعي ما هو غريب الهلالية ويلكم اي والله شفت شلون؟ و و و و و و كيف الاحكام؟ ربك ما تجورين طيب كيف الاحكام يا معجون؟ ان شاء الله بس ما هي صعبة ها؟ الله يسعدك على يا سعيد ها والله زغدة والله يا سعيد تعبانة مريضة أنا بعدين أنا بسألك السؤال بالله أيوة. عليك أنت وش معك مرة تنحفين مرة تنفخين مرة تنفشين مرة لا لا أنا مو متنانة بس أنا الكاميرا مرة تحبني ومرة ما تحبني فهمت الله أكبر الله أكبر يا الكذاب الله يسلمكم جميعا أرحبي يا تومي أنا قررت يا سعيد إني أصير كيوت وإن صوتي يكون مرة خفيف زي كذا هلا والله سعيد معقولة الدعم مرة موقف يعني؟ إيش دخل الدعم يا بابا أنا تبون أوكي من يوم قررتي يعني شكله بس لأن الصوت اخترب من الصراخ وزي كذا فهمت؟ أي ضرب ثلاثة يا أخوان ضرب ثلاثة بالله عليكم أبو فهد لبق أبوك والعلم والله صوتها خبيل. اخترب مسجل هو صوت لبى ابوك يا الله يا اخوان هات من وين تطلع الكلام هذا استغفر الله يا سعيد اقسم بالله انك مجنون والله كلامك مو بكلامي يا ربي تربل يا مسلمين وش معنا بردنا انت عليك والله يعني بصراحة أحياناً أزعل منك بقوة بعد بس بعدين أرجع عادي ليش؟ لأني أحسك يعني قلبك أبيض فهمت؟ الحمد لله يعني حي عينك واه حي حي عينك يا إيه حي عينك أخي صوت قول حي عينك يا سعيد عني لا قلبت عن سوريا ما أقدر ما حي عينك الله يلعن ابليسك يا سعيد اسكت وش معك حي عينك حي هذا اللي بتصير كيوت ما ابن الناس صوتي سعيد اسلمي شو اخبارك والله ما عليك والله والله في زحام من النعم يا ربي لك الحمد لله الله يحفظها لك يا رب العالمين الله يسمع منك ايوه اسلمي الله يسعدك اي والله شكرا لك اي يلا عسى يا رب يحفظها لك يا رب العالمين ويفرحها فيك قول امين الله يسمع منك بحق كل من صلى وصى لا حد يطلع يا اخوان ابغاكم ابغاكم في هرجه والله ابغاكم في هرجه بعد الجوله والله تستاهل كل خير يلا طيب كيف الأحكام دحين ربك ما تجورين فيها أبشر أحكام جلد والله يعطيك العافية شوف أنا ما عندي رحمة بد أنت عارفني والكيوت اللي كانت قبيلة والكيوت كيوت كيوت لكن أحكام بلا رحمة نعم صحيح خير سلامات سكور هاي ار ار سلامات هذه ترى الداعم يدعم محبة ترى ما عشان الكياتة ولا عشان الأحكام بعدين وش اللي ار ترى معزة انتي دب جفتنك متعودة على الضلعان ومتعودة على الركايب الله بني ده تخيل تخيل يدخل عندي داعم الحين جلح في 100,000 والله والله اصيح بجهدي بكي ميله اليوم يا منى والله ما انت بقربك ميله
ها اتكلم عربي علشان افهمك. والله ما افهمك يا اخي، ايش قلت؟ ايش قلت؟ فدا فدا. الله يسعدك. أهم. أيوة. يلا الله يبارك لك، الله يبارك. أبو فهد لب روحك، سعود صالحة. يلا يلا هات الأحكام. الحكم الأول. على الصدام جولتين. كاترين هرج. أحب الحماس، أحب اللي تتحمس. أوه القمي كتم بس. منى بسألك سؤال. ها. يا ولد انا شكلي بقوم اجيب لي فنيله واشقها من هنيه. ايوه رب استر فيها يا ولد. طيب اسالني. ممكن استر في الفنايل. والله متى تتجوزين؟ ابشري يا هلاليه. الزواج يا بعد عيني يا سيل، والله شكرا من ذوقك هذا. شوف شوف يا سعيد، الزواج نصيب حلو. انت يعني ما تقدر انك تحدد لنفسك متى تتزوج، صح؟ لانه هو نصيب في الاخر. اليوم اللي بتجي فيه ومكتوب فيه ان انا اتزوج بتزوج، انا ما اقدر اقول لك والله بكره ها بعد، لا. وانا ما راح ارمي نفسي لاي واحد في الشارع، فهمت؟ يعني مو اي واحد يجيني ها يلا زواج، لا طبعا. كيف تقولين بهالجو؟ لازم علشان اتزوج هذا الزوج لازم يعني تحدبل يا اخوان، تحدبل. لازم اني انا ارتاح، فهمت؟ يعني لازم قلبي يرتاح، مخي يرتاح، فهمت؟ اي وكيف كيف يرتاح دماغك وقلبك؟ يعني لازم قلب يرتاح، راس يرتاح، كله ايوه كله يرتاح. ايوه اسلمي، ايوه هذا كلام. المهم ويكون مناسب، فهمت؟ يعني مناسب. مناسب كيف يعني؟ كيف تحكمين ان هذا الشخص مناسب ولا لا؟ عادي يعني اني مثلا هذا شيء يخصني ما يخصك اولا، ثانيا اتوقع لازم يكون مع بلاتينيوم. وش بلاتينيوم؟ الراجحي بلاتينيوم ولا ايش اسمها؟ ما له دخل. الراجحي بلاتينيوم. والله في خاطري هذا شرط من شروطك يعني. والله الفلوس قامت تنشق في المخايط. ايوه مهمه يعني، ما راح اقول لك اني ما راح اخذ لاني راح اخذ واحد ما عنده فلوس، لا طبعا طبعا مهمه الفلوس اكيد. تربل يا اخوان تربل، بس مو فلوس ذاك الزود الواو. تربل يا اخوان تربل، الله يسعدكم. طلب ثلاثة بالله. اخوان طلب ثلاثة بالله. صلحت يوسف. يوسف ها مرضى. ايش كلام صديق؟ انت ليش مغطيه اصبعك الكبيره اليوم؟ ايش ايش في بلاء؟ اشهد الله اصبعها اطول من مستقبلي كله. اجل زي اصبعك القزم لازم يكون طويل ها؟ هيك اصبعي؟ اشهد الله يا ذا الاصبع كله. الاصابع الطويلة من علامات الجمال. هاي علامة جمال بنت ابها لب ابوك. اجل زي اصبعك المفطح المنفخ كان بلون، كانك حاطط بالونات في اصابعك. قول ما شاء الله بس. مركزة على اهدافك انت مرة، تركيزك لا مو عالي. مركزة على اهدافي، لكن انت اللي مركزة على اصابعي. ايش تبي في اصابعي؟ خير انت مغطية اصبعك وتكيد بها صلخة بهالشيء. استغفر قول من جد، تقول يمكن انصلخ باصبعاي، يمكن انقطع من السكين، يمكن يهمك في ايه؟ اموت ولا اعيش؟ ده كلام مالكش تسألني فيه. لا فعلي دي استغفر الله العظيم. معليش يا اخوان انا اسف عاقبتكم من غير ذنب والله. القم الحكم الاول تجيب ليفه وتليف فيها وجهك.
أنا فايز ترى لو تلاحظي. ترى أنا فايز لو تلاحظي. الحكم الثاني تقطع السماعة من هنا. يا جعل قصبك ينقطع إلا نعم. إلا اقتطعوا قصبك. الحكم الثالث. النعمة يا حمدان. النعمة. نعمة من الله. النعمة يا رب البيت النعمة يا حمدان. الربوع وانت عندي تجيني طيارة تجيني سيارة. هاي جا الحظ. حي عينك حي عينك حي عينك يا ايه. ارحب والله شكرا والله شكرا والله شكرا والله شكرا بيض الله وجهك. والله ما نقصر ابد. سمر لبى والله ابوك يا سمر 511 صالحة بنت ابها الله يسعدك. سعيد والله شكرا. واللي تحت سعيد مريم وقلب فاضي دكتور مجهول ومكبسين مشيرين لبى ابوكم. يلا الحكم الاول اقطع السماعة من هنا. لا لا فكر والله بمعي الله والله. الحكم الاول اقطع السماعة من هنا. الحكم الثاني سود الله وجهك. الحكم الثالث حصانتين. لا حصانات تقتل اللعب والله. الله حصانتين. ولا لا والله ما تحدي الله. أحدك أحدك عشان إذا فزت علي بعدين. حصانات. ها أوكي. أنت هاسلمي القبضة كم جولة النصر. يلا هادي 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 معجون أسنان و... لا لا حصانات غيري قلت لك غيري حكم حصان. معجون أسنان على كامل وجهك حلو. والثالث القبضة هذا هذا سود الله وجهك. مش هذا لهذا ما تكلم اردوانا. ما تكلم اردو وش اللي هذا هذا اني بور اللي سود الله وجهك. يلا القبضة كم كم القبضة جولة النصر لا تضيع الوقت. يلا هاي بنسوي جولة النصر بالعمادة. انت سويت كذا علشان يضيع الوقت. بل تستحي على وجهك ما بانا تلكع. والله اقول لك حصانة والله ما تسويها. يلا باخذها حصانة ربك اعبل اسويها قسما بالله. المحل الزغود يا ولد الزغود مزغدة مزغدة زغدة كيفي. يوم تنتفخ يوم تنفش يوم تنتفخ يوم تنفش. أقول بس مو شغلك. يلا أنت خلوها البقعة بيجا. يا جني أمتع طول لسانك يا جني السكنية يا جني أنقرن قلعت قلعك. يلا الله بني ديه قفل. يلا 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 طلع الزمان من الوحى مشدقة بقعة بهاميلة. والله البهاميلة والله رب البيت بهاميلة جني متعطل لسان. هلا نعم ليش تنفذ وهي جلحفة. لا هي فازت في الجولة الثانية. الجولة الثانية خلاص جلحفة ما هي جلحفة. أقوم أنفذ الله مستعد.